أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن مملكة البحرين ستبقى دائما في أيد أمينة ومحمية بعناية الله وحكمة قيادتها ووعي شعبها وكفاءة أجهزتها الأمنية والعسكرية. وقال سموه إن البحرين واجهت التحديات بكل عزيمة وتجاوزتها بقوة وإرادة بإرادة قيادتها وشعبها، وليبقى أصحاب الأطماع وداعمي محاولات خلق المشاكل والرغبة التوسعية المكتومة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأن محاولاتهم التي انكسرت عند صخرة الوحدة الوطنية واليقظة الأمنية موعودة بالفشل بإذن الله. وأكد اسمه أن الإرهاب مهما زادت وطأته فإن وطأة القانون أقوى منه، ولن تتمكن فئة انتهجت الخراب والغدر مسلكا أن تنال من أمن الوطن واستقراره. والحكومة لن تقف أبدا مكتوفة الأيادي ولن تتعامل أبدا مع الإرهاب بأسلوب ردة الفعل، بل هي مستمرة في إجراءاتها التي تحاصر الإرهاب وتقطع مصادر تمويله ودعمه وتفوت عليه فرص تمرير مخططاته الخبيثة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم عدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة، حيث تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية والموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي. وقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الأنشطة الرياضية ودور المنافسات الرياضية في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مستذكرا سموه بالتقدير الجهود التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في إنجاح تنظيم بطولة الخليج لكرة القدم في دورتها 23، بما هيأته الحكومة الكويتية من إمكانات وعناصر نجاح لاحتضان مثل هذه الفعالية الهامة التي تعكس تطور الرياضة الخليجية.